الله. ثم إنه سار عليه السلام فلقيه الفرزدق فسلم عليه ثم قال: يا ابن رسول الله، كيف تركنوا إلى أهل الكوفة وهم الذين قتلوا ابن عمك مسلم ابن عقيل وشيعته؟ قال: فاستعبر الإمام الحسين عليه السلام باكيا ثم قال: رحم الله مسلما، فلقد صار إلى روح الله وريحانه وتحيته ورضوانه، أما إنه قد قضى ما عليه وبقي ما علينا. ثم أنشأ يقول: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في الرزق أجمل، وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. وقال الشيخ المفيد عليه الرحمة: ثم انتظر حتى إذا كان السحر قال لفتيانه وغلمانه: أكثروا من الماء، فاستقوا وأكثروا ثم ارتحلوا، فسار حتى انتهى إلى زبالة، فأتاه خبر عبد الله بن يقطور، وقال السيد: فاستعبر باكيا. ثم قال: اللهم اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما، واجمع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك، إنك على كل شيء قدير. وقال الشيخ المفيد: فأخرج للناس كتابا فقرأ عليهم، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، فإنه قد أتانا خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن يقطر، إلى أن قال الإمام الحسين عليه السلام: فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف، في غير حرج ليس عليه ذمام. فتفرق الناس عن الإمام الحسين وأخذوا يمينا وشمالا حتى بقي في أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة، ونفر يسير ممن ضموا إليه. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.